يا الله، كل هاي رزمة دولارات. أهلا وسهلا فيكم متابعيني عبر قناتي على يوتيوب سامي مشتهى تيوب، وبرحب فيكم بفيديو جديد. كتير بخطر في بالنا سؤال، كيف بصنعوا الفلوس وليش ما حدا بيقدر يزورها؟ ولو حدا زورها البنوك بتكشفه بسهولة. اليوم رح أفرجيكم كيف بصنعوا الفلوس من البداية للنهاية، كيف بصنعوا الدولار، كيف بصنعوا اليورو، ورح ندخل ونشوف أكبر مصانع للفلوس في العالم. لكن قبل ما نبلش، لا تنسوا لايك لهذا الفيديو، واللي مش مشترك في القناة يضغط على زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان تصلكم كل أعمالي الجديدة، وخلونا نبلش. نروح للمرحلة الأولى في صناعة الفلوس. طبعا الفلوس بيصنعوها من القطن، مش من الورق العادي اللي احنا بنستخدمه في الكتابة. هذا القطن زي ما انتم شايفينه، تخيل هذا القطن عنده بتتحول لدولارات أو ليورو. طبعا بيجيبوا القطن هذا، بقصوه، بعد ما يقصوا هذا القطن ايش بيساووا فيه؟ بحطوه في مية سخنة، بنظفوه منيح، بنلاحظ انهم بخلطوه، بخلوه زي العجينة وبحطوه في درجة حرارة عالية، بعدها بيعملوا منه الورق. هيهم قاعدين بنظفوا القطن. طبعا المرحلة الثالثة، القطن بتحول بشكل كامل لورق. رح تفكروا انه هذا الان ورق زي اللي بنكتب عليه، لانه حتحسوا انه بيشبهه، لكن لا، ملمسه خاص. هيك بنلاحظ انه ريحة الفلوس بتكون غريبة، هذه روح ريحة القطن اللي بصنعوا منه الفلوس. زي ما انتم شايفين، تخيلوا هذه الفروخ كلها عندها بدها تصير دولارات. طبعا المرحلة الرابعة، اضافة العلامة المائية على الفلوس عشان تقدر تميز المزور مش من المزور. شايفين الان بيطبعوا هي العلامة. مستحيل حدا يصنع زي هاي العلامة المائية، هاي علامة بحطوها حسب العملة. الدولار بتكون عليها علامة معينة، اليورو بتكون عليها علامة معينة. يا عيني، بكرات كاملة فلوس. طبعا المرحلة الخامسة، تأكد الموظفين من العلامة المائية الموجودة، بتأكدوا منها بشكل يدوي وبتأكدوا منها كمان بشكل آلي. شوفوا، بتلاحظوا على المية دولار بتكون فيها علامة شخص، هاي علامة مائية بتلمع. هي هذه علامة اليورو، علامة مائية ليورو. هذه الفروخ الآن بدها تتحول ليورو. الآن بقطعوا البكرة الكبيرة لبكرات أصغر. الرزم هاي كلها حتصير عندها بالنهاية رزم مصاري، تخيلوا. يعني أنت لو معك بكرة زي هذه بتصير مش ملياردير، تصير أكثر، يعني بليونير. طبعا المرحلة السادسة ايش بسووا؟ بيعملوا خرم في داخل الورقة، تخيلوا. الآن في كل ورقة، هاي كلها عبارة عن ورقة، بيعملوا خرم خرم خرم. طبعا ليش بيعملوا كل هاي الخامات؟ عشان ما حدش يقدر يزور، لو زور شغلة مش حيقدر يزور الشغلة الثانية، فبتكون صعوبة في التزوير. طبعا المرحلة السابعة ايش بسووا؟ مرحلة بكرات الهولوجرام أو الهولوجرام، ايش بسووا فيها هاي؟ شايفين هذا الشريط؟ أذكركم فيه، لما بتمسكوا ال 100 دولار بتحسوا، خاصة ال 100 دولار الجديدة، بتحسوا فيه هيك خط، فيه لميع، هو هذا الخط. بحطوه مكان الفتحة اللي تو فتحوه. واليورو بتكون عليه علامة مائية، في ال 100 دولار القديمة كنا نطلع بالشمس عشان نشوف هذا الخط. لكن في الدولار الجديد، ال 100 دولار الجديدة، الخط بارز، هو هذا الخط الهولوجرام. برضه طبعاً صعب صناعته. هيهم بيفحصوا هذا الشريط. في ارقام سري. طبعا المرحلة الثامنة، مرحلة قطع الورق لقطع اصغر. الان البكرة الكبيرة بقصوها لبكرات اصغر، بيعملوا زي رزم، هي رزم للفلوس قبل ما تصير فلوس. الان هاي كلها راح تتحول لمصاري. شايفين العلامة المائية وشريط الهولوجرام صار موجود الآن على الورقة، المراحل الأولى عملوها. ضايل لسه كتير مراحل، بتعبوا لما يعملوا الفلوس عشان ما حدا يقدر يزورها. طبعا المرحلة التاسعة ايش بيعملوا؟ مراقبة جودة شريط الهولوجرام. طبعا هدول مختصين، بيراقبوا كل خطوة بخطوتها. شايفين الآن هيو الشريط اللي بيكون على ال 100 دولار أو على ال 50 يورو. هذه 50 يورو، ملاحظين مكتوب عليها 50 يورو. طبعا 50 يورو اغلى من ال 50 دولار، يمكن ال 50 يورو عباره عن 54 دولار او 55 دولار. المرحله العاشره، مرحله الطباعه. هيو حياخذوا الورق الان يطبعوه.
مش مبين عليه انه فلوس. على فكره الطباعه هاي كمان طباعه خاصه، مش زي الطبعات اللي احنا بنستخدمها، والحبر خاص. شوفوا الحبر اللي حيحطه الان كله خاص بخاص، يعني بتغلبوا لما بيعملوا المصاري. انا على فكره نفسي اشتغل بهذا المصاري. بلشت تطلع الفلوس. الله 50 يورو، شايفين؟ بس لسه ما خلصوش يعني. طبعا المرحلة 11 فحص الورقة، الآن بفحصوا الورقة بشكل آلي ومن خلال النظر كمان. شايفين الورقة لسه مش جاهزة، لسه عليها شغلات معينة. مش عارف كيف شعور اللي بيشتغلوا جوا الآن من جلطوش هدول، وهم يوميا شايفين مليارات. شايفين رقم 50 يورو الآن، الخمسين الآن بيضيفوا عليه مادة، رقم 50 سواء 50 أو 100 دولار أو يورو، بيضيفوا عليه مادة تانية، مادة بتكون بتلمع الآن حتشوفوها. طبعا هاي بيقولوا عنها الطباعة الحرارية، الآن حيقوموا بعمل طباعة حرارية على هاي الأرقام. هاي المادة اللي بيستخدموها، بلشوا يطبعوا. شوفوا الخمسين، رقم 50 كيف رح يصير لونه الآن. عشان لو حدا بده يزور ينشف ريقه ما يعرفش يزور. شوفوا رقم 50 كيف حيصير منظره الآن. شايفين صار يلمع، في لونين شايفين، صار لونين هيك لميع. هاي المادة اللي تو شفناها 50 يورو. طبعا المرحلة 13 مرحلة النقش على الورقة، بيستخدموا النقش. شايفين هذا نقش ال50 يورو، عندنا رح نشوف نقش ال100 دولار، وكل اشي له نقش معين، فبنقشوا على الورقة الان بعد الطباعة نقش. فرجونا كيف النقش، كيف بدها تصير الورقة. هي بدخلوها على النقش، تعذب الفلوس لما تصير فلوس. فرجونا ايش راح تكون النتيجة. طبعا عندنا راح نشوف النتيجة. المرحلة 14 والأخيرة هي المراقبة على جودة الفلوس. على فكرة هي النقش، شايفين كيف صار منظره، صارت ال 50 يورو بتلمع لمع. هاي النقش اللي زي الباب، مش عارف انا باب ايش هذا، اللي بيعرف يكتب في التعليقات او لايش برمز يعني. انا مش كتير، ممكن انا ما مسكتش اليورو الا مرة مرتين، ما اتعملش في فلسطين او بغزة يعني، كله دولار. 50 يورو. لقيت مرحلة القص، ببلشوا يقصوا لما تصير كل حزمة ورق لحالها. احنا ممكن ندخلها ناخد لنا حزمة كبيرة من هدول نشرد يعني، بصير مليونير او ملياردير حتى لو بدي اخد حزمة كبيرة. الله، هاي مرحلة القص النهائي. هذا الفيديو بيفتح النفس بصراحة يعني، بيفتح النفس بكل معنى الكلمة. المصاري راحة نفسية، هي حطوها في صندوق. طبعا ما قد ما تعرفنا على خطوات صناعة الفلوس من البداية للنهاية، راح نروح ندخل في مصانع الدولار. الدولار نفس الطريقة، بس مش حفرجيكم اياها من البداية، راح نشوف الان مشاهد هم بيصنعوا الدولار، ال100 دولار بالتحديد. هي ال100 دولار الجديدة. الله، هاي شايفين نفس المراحل الطباعة. ال100 دولار القديمة، احنا راضيين القديم ولا الجديد؟ يا الله، كل هاي رزمة دولارات. الناس اللي جوا لو ما كانتش غنية راح تمرض نفسيا على فكرة. طب واحد انا بسأل، طب هدول اللي بيشتغلوا بقدرش يسرق له ورقة ولا ورقتين؟ طباعة الفلوس مش اشي سهل يعني، في رقابة شديدة عليه، حتى المبلغ اللي بدينا نطبع يكون مدروس، الدولة بتكون درسة يعني، مش اشي بسيط. وقصتها عويصة، مش راح نحكي الموضوع انه قديش لازم يعني يصنعوا وايش الكمية المحددة. طبعا هذا الصندوق فيه 1.5 مليون دولار، او بالضبط 1,600,000 دولار، بقول لك هذا الصندوق الصغير. انا خد لك صندوق بتصير مليونير. شايفين نفس الخطوات، هي شريط الهولوجرام وهي العلامة المائية، شايفين
الله تحسروا معي، انتوا تفرجوا وتحسروا. واحد كان بيجعوا راسه ولجته سخونة، فرجيه المصاري بقطيب. هي مرحلة القص، كل حزب ما بيعملوها. أنا مش عارف بتوقع قديش الحزمة هذه، معقول فيها مثلا 5,000 دولار؟ هذا تو هذاك الصندوق كان مليار أو مليون ونص، هذا فيه برضه يمكن 2 مليون دولار. طبعا بهيك بنكون فرجيناكم صناعة الفلوس من البداية للنهاية. بتمنى تكونوا استفدتوا بهذا الفيديو، وأنا متأكد أكيد انبسطتوا من مشاهد الفلوس، لأنه صراحة المشاهد بتفتح النفس. طبعا قبل ما نختم هذا الفيديو لا تنسوا لايك، واللي مش مشترك في القناة يضغط على زر سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تصلكم كل أعمالي الجديدة. وفي الختام بحكي لكم إلى اللقاء.